اكبر هديه. الله يحييكم. اول شيء هذا الطيب وانتم مقياس بيننا وانتم سالمين. ابى اقول لك حاجه ونيابه عن الشباب سأل. الله يسلمكم يسمع، يمكن الناس ما يدرون عنها، والله العظيم من كل جالسين يعشقون شيء اسمه بساطه، نعشق الشيء البسيط، انه يسوى في عيون الدنيا وما فيها. ما هو بسيط ما شاء الله تبارك الله. احنا دارين بنطلع من البرنامج ونشوف التكاليف ونشوف ترى والله ما نبغى هذا كله. القليل يسد. اي والله حياك ربي والله. الله يسلمك الله يسلمك. اولا قم يا ابو الله. ما امدانا اول شيء ما امداني والله اكتب الاسامي ولا العبارات، لكن ما انت تعرفون اللي في خاطري ما يحتاج. هو في خاطر دعم ظافر تعرفونه. هذه عطور الطيب ما يستاهل، الطيب ما يستاهل الا الطيب. حبيت ان يكون الهديه طيب غافر، وهذه سبحه على ما قال لعل الله تكثرون التسبيح. نعم ابو نور غافر بنيه ان تقدمها معه اذا ما عليكم ونتشرف ان ناخذها من يدك. والله ترى قلت انا بنجيبها لك. ابشر لا يا اخي تمتر قريبنا صراحه نسلمك. ابشر اول شيء عندنا تعرفون احنا اهل بيشه اهل التمر ونعم والتمر من بيشه. والله اني ناوي يا سلام. اول شيء انا ناوي اقول البيت ذا لكن سبقتوني عليه. خلنا نسمع. اول شيء التمر هذا من لا اقول من تمر بيشه بس نحن هذا يعكس عن بيشه. ابد فك ذي ابو اجيب السكين. اول شيء انتم فيه تورته الظاهر قدامي معك صراحه امسك تبغى بس انتم الظاهر تصرفوا فيها بعد العشاء خلاص. وش هو؟ نعم التورت ممكن نشوفها الحين ولا جيبها خلنا نفتحها. ايه الا جيب عبد الله. شيل شيل عبد الله. نفس ما هي. لا ما تلقط ما تلقط. شيل اللي قدامه. طيب شيل اللي قدامه. ترى ما عندنا سبيدر كان. يلا خلاص ابو 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 نوره عشان تجيب هالكاميرا اللي وراك. ما تجيبها تعال هنا يا خالنا بتجيبها. احنا ما احنا مخرجين احنا عن نزرنا. يا ويلك. حلو. اسمع الكابتن جحد اللي في الكنترول. اي والله. انا دبار راسي. ساعدك. تبون تشيلون هذا؟ انت قاعد شيل. لا خل خل لا عشان ما تجلس على. لا شل 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 من هناك. لفها شوي. مالك لا شلها كلها. مصباح. طلع طلع طلع. وشو؟ عليك رجل. تحطها على الفرشة. ليه؟ تلعب. لا مهم تحت. والله العظيم. لا خذ كلام هنا. على النجاح. على ما هبدأ شكلها كذا. والله اسلم. خلاص خلاص. عمل لي يعني على اليوتيوب يعني ايه. اصبر اصبر اصبر. والله العظيم اني ما قصرت. بس ايش الرتويت انا شو بيقول؟ محمد انت نزلت شيله شيء قريب. والله العظيم. نزلت عمل. شو اسمه؟ دعنك حزنك. دعنك حزنك. على اليوتيوب. محمد المكي. محمد المكي هو اللي يعمل. تستاهل ابو حامد. يطلع لك عمل جديد. لو بالود ودنا كل واحد له دور. اي والله. الله يسلمك. ما قصرت هو. لكن محمد المكي ما قصرت. تسجيل ما سجل رتويت. والله. تستاهلون. هنا جاب 20 لكم كلكم سواء حتى اللي في الكويت. بيض الله وجهك. نعم ويستاهل كلكم واحد وكلكم. نعم وزع الموجودين. احمد بنبدا من اليمين راجح. يلا لا تهينهم. يلا لا تهينهم. الله لا يهينك ابو والده الظافر قال جيب لهم هديه كي. قلت ما فيه. نعم قلت ما فيه الا سبحه وان شاء الله على ما تقبلونها موالد الظافر. تستاهل تستاهل ما قصر معها صراحه وتستاهلون انتم العلوم الطيبه. قولوا امين. الله يطول بعمرها طال. تستاهل. ورجع الظافر اخوانا بارين فيها. تستاهل. الله يجزاك خير. والله يجزاه بالخير. والله يطول عندك ابو الله يجزاك خير. يستاهل الظافر وتستاهلون وانتم ما قصرتوا والله ما قصرتوا. خلاص 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 هدايا. لا ارتاح 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 ارتاح. محمد روح واحد اسرع اسرع. ابو نور ارتاح ارتاح. ابو نور ابو نور ارتاح. ارتاح ارتاح. بجيب لكم على وجهي. وانت ما شاء الله. وانت سالم. الله يجزاك خير. وانت سالم.
الله يوفقك ويسعدك ويسعدك تستاهلوا اليوم الطيب. الله يجزاك خير. الثانية يا ان شاء الله الثانية والثالثة. الله يجزاك خير. شو المشكلة؟ احنا على الهواء ما نبي هذا. الله يستر. عليكم السلام. مرحبا مرحبا حياك الله. طيب كيف حالك؟ عساك طيب؟ شلونك؟ يلا حيا. لا ابو نور والله سمسم هو وجهك تستاهل. انت ترى انا عمي تستاهل تستاهل وتستاهل. هذه سبحه من الوالد الظافر والطيب من دعم ظافر وهذا من دعم ظافر. بالله الله يسلمك. من اللي باقي؟ من اللي باقي في جندل؟ يا سلام يا الله لا تهينهم. شيء انا اقول من سبحه بيض الله وجهك. طبعا هذه يا شباب من البشائر التي تتوالى في عهد الرئاسة. وابو نورة شرفتني الله يحييك ان جيت في هذا العهد. يعني انا اعدل انك تعمدت ما تجي الا في عهد رئاستي. ما شاء الله وهذا شرف لي بعد. مسكتها انت طبعا المستشار ما يحب يتكلم عن نفسه الله يجزاه بالجنة. فهذا من الاشياء الجميلة اللي راح تكون في عهد ظافر راجح الحارثي. تستاهل والله يا ظافر كل خير. تعال يا ظافر يا عيال زياد هات فينا كذا. طبعا ما ننسى نشكر فريق دعم ظافر سواء ابو نوره ولا كلهم. احنا فريق دعم وكيف كذا؟ ما انه يفضل ثاني افك ثاني. اسلم ابو حامد والله يخلي لكم ميت. تقول امين الله يستاهل. ابو حامد اسلم. اول شيء بيض الله وجهك وواجهك على كل حال. والله انكم بيتكم مجلس بلديه والله وجهك ابيض من قبل. ابو وجهك ابيض وعلومك طيبه يا ابو حامد وتستاهل. وياك واكبر من تراسي تستاهل. بيض الله وجهك وجهك على كل حال. والله يسعدهم ويرزقهم. ابد تستاهلون يا اخواني. وقت تعزمهم نابع عن بول الاخوان ما ينعزمون بيت اخوهم خلاص. شوف احنا مرتبين. مرحبا الف عزم يجي والله. والله شوف انتم مصيركم خاصه اللي مهم بالجنوب مصيركم تجونا في الصيفية على كل حال. يعني ما يحتاج ما يحتاج يعني نعزمكم. نبي لكم والله انا حتى صعب نتكلم في الكلام هذا على الهواء مباشرة. ودنا باذن الله بيوم ان شاء الله باذن الله باذن الله نكون لكم نعم. كلكم باذن الله. اول شيء انا والله بعد لي الشرف. والله انا الشرف لي. ابو ظافر ترى تتكلم باسم ظافر ترى يعني ظافر سديد وما انا على مقال عود من جيز حزمه. والله انا مبسوط احنا طال عمرك والله ما هي بغريبه ابو نوره. وانتم هذا واجتهادكم وهالهدايا هذه والله انها ابسطتنا وفرحتنا واكبر دليل على محبتكم. اي والله والله تستاهل وان شاء الله باذن الله بيض وجهكم يجيكم بالديره باذن الله تمشينا عز من يجي والله من فضل الزاد. نسيت اشكر فريق الدعم. بيض الله وجهكم. شكرا بيض الله وجهكم. الحين بروح اجيب الشوب كله ابدا. اي عطني اياها عشان اسلم عليك. ويقوله اسلم. الله يا ابو نوره. الله يبديك. كيف حالك من رفض؟ عساكم طيبين. والله اني قلت يمكن اجي في وقت ما هو مناسب ولا لكن ما قصروا. ما قصروا هل التنسيق والله ما قصروا. بيض الله ولا الشكر موصول لحمود. اتكلم عن حمود اللي في شيخ المندي اسمه حمود ابو دينا. ابو دينا يستاهل هذا الشكر موصول له. يستاهل والله ولا ما قصر الشباب اللي هو الاستاذ احمد ما قصر تنسيق. نعم يستاهل كلهم والله ما قصروا صراحه. فايز مدخلي ابو عمر هو اللي يحرك درجات الدراسيه. الله كلهم والله استقبالهم طيب. لا اهل الفضل يذكرون بالفضل صراحه. استقبالهم طيب صراحه على ما قال ولا ننكر العلومهم طيبه اصلا. الله ما يحتاج. وهذه اصلا بدايه عهد ان شاء الله رئيس البلديه جميل بالمفاجات. ما شاء الله من الولايات المتفضله. اي والله الخير جاي بعد بكره في يوم ثاني. كفو اي والله تقول في مفاجاه ثانيه. يا راجل ترى في مشكله عندك. وش لا تتكلم في هذه الامور الا المستشار يقولها عشان ما يعني اي مستشار مستشار تطلع الموضوع الحرب مع المستشار. اكيد المستشار اللي انت مستشار مخلد اكيد هو المستشار. ما ادري شو سم ولا ابونا العيال. كل واحد له فكره والعرب يقولون كل راس مركب على حكمه. صح ولا لا؟ انا اخترت لي مستشارين مستشارين. لا لا اجل ضعت. والله عليك يا يقول المركب يركب له على ثلاثه ولا لا قدر. نعم قدر ما يركب على ثلاثه. انت اجيب لكم
البخور يجي عادي بنفسه. يا اخوي انطيب براسك والله متحرك يا ولد، ما احتاج تمسك الليل. لكن ابو معيط، ابو معيط الله يخليك طيب الجنه، انا ارى انك تسمع من شور ابو نوره. مش دار والله يمكن تدعي ابو نوره. ابغاك تشور على راسك من ياخذ الاستشاره، مخلد ولا معاذ؟ بالأكبر سن طبعا انكم كذا كذا هم اكبر قدر، هم اكبر قدر طبعا كذا كذا تحرجوني والله. صح ضيف عندكم واختار وافرق بينكم يتسلمون والله. الله يحييك الله يحييك. اما عاد المستشارين قال اختاروا انتم بدكم، ما عليك من والله. كان كل ما جانا احد ورطه ترى ايه قال لك شوفونه هم اخبر ببعض والله. انا خلا قاعد براسه يمكن افضل. قلت انتم اخبر ببعض والله. الظاهر لو انه جلس براسه هو بدون استشاره يمكن يمكن ابرك شوي. مرحبا مرحبا هيثم، حياك الله ونعم هيثم. مرحبا حياك الله طيب. الله يبارك لك. كيف حالك؟ طيبين؟ كيف حالك؟ شرفني ذا الشرف، النور بوجودكم. الله يسلمك يا مرحبا والله. الاسبوع هذه فيها الحفل الختام. شفت؟ بدينا يا شباب. شفت كيف؟ تسلم ابو نوره. تسلم. تعود الموضوع لنا. اسلم يا ابو. موضوعنا استشاره ابو راجل. اسلم. طبعا انا في الحفل الختام، قصدي في فتره الرئاسه، اسلم، راح يصير شيء ما صار في فتره رئاسه رئيس بلديه ابدا، الا وهو الحفل الختامي. الحفل الختامي انا المسكر. الحفل الختامي في فتره رئاستي. استغفر الله. فانا قلت خلوه في فتره رئاستي. والله جزاك الله خير. ما الان يمكن هو يعني هو باقي عليه اسبوعين ثلاثه، لكن قدمت. قلت يا عيال عيب عليكم، قدموا شوي بس. قالوا تم. بيض الله. الان امرهم شورى بينهم. بينهم. انا قلت اخذ مستشار واحد صعبه. اخذت اعمار مختلفه. نعم. سلامتك. وانت سالم. ابو معير. ابو معير. هم قالوا اخذ اخذ مستشارين شباب. الله اكبر عليك. يا سلام. انا اخذت شباب واخذت شباب. لا شوف المستشار اذا كان شايب بيعطيك الاراء على اراء الشباب. يا سلام. الان مجتمعنا مجتمع شباب. ايش رايكم؟ جزاك الله الله بخير. ترى جاي عمره 28 سنه. 21 وانا 31 سنه. قول الحق. لا لا وين ادري والله. كم؟ قول الحق. كم؟ اعطيك التاريخ بالضبط. تركي كم عمرك يا؟ عمره 23 سنه. انتوا لا. اي والله 30 صلاح. ما له صلاح. هو 30 وانا 31 سنه. في فرق بينهم. هذا 27 سنه. ما 30 ما 30 يعني المفروض والله. تعال تعال مخلد مخلد. انا بعلمك بحكمه. يقول ما يعقلها الا شايب. صح. لكن في الامور الكبار. صح. الان احنا في امور ما عليها يعني. اي خذ احترف تكفى. نعم اي بس والله ما نقدر. خلهم كلهم بنور. ما دريت انا ابغى اضبطها مع ذا. لا ابغى اضبطها مع ذا. والله. قل كلهم. لا لا ابد اقول لك خذ اثنين. يا جماعه الخير. يا جماعه الخير. مسمى رجل ما يطلق على الانسان الا اذا وصل عمر 40 سنه. لا منعنا. لا صحيح. لا صادق استشارتك. والله. طيب مسمى رجل او رجل لازم لازم شباب صبي لازم تصدقه شباب شباب اصلا انسان اذا وصل سن 40 ده عز الشباب حتى حتى اذا وصل 40 سنه اسمع قران 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 اسمع لا 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 ده القران اللي قال كده نعم نعم حتى اذا ايه الايه حتى اذا بلغ 40 سنه ايه وبلغ 40 سنه قضى رب اوزعنا على اشكال نعمتك التي انعمت علي عمر 40 سنه هو قمه يعني الانسان الانسان اكتمال اكتمال العقل والفكر في شيء بعدها عادي يبدا عاد واحد عندنا عندنا اسلم موضوع استشاره فالموضوع انا اشوف عندنا اكبر شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما بلغ الرساله الا بعد الأربعين. ما ادري ضيق عليك. كيف صح يا شيخ؟ ايوه ايوه. اللهم صل على سلم بعد الأربعين. ابو نوره انا وش قصدي يا ابو نوره؟ انا اقول خوفك راجح يختار مخرج او غيره فزي ما تفضلت انت ياخذ بعض الاشياء من العهد القديم. ايوه. احنا في جيل جديد. نعم. وما يعرفون بعض الاشياء وياخذون بعض العلل. انا اشوف انك تقتنع انا اجاوب عليك الملك الله يحفظه الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه انت كذا ايوه اختار مخرج يا ابو جبناك الرسول جبناك الملك سلمان الله يطول عمره مستشارين الدوله ومستشارين الملك بعد التقاعد او بعد سن هذا استفيد منهم يا سلام استثمرهم يعرف ايش عندهم ايش عندهم من فكر الوزراء ياخذونهم مستشارين ابو مبارك كم راتبهم مستشارين كم راتبهم ابو مبارك ابو مبارك ابو مبارك رئيس مدينه كبرى 1500 بسالك سؤال ممكن انا امير محمد بن سلمان وش ماسك الان؟
كم عمره؟ تكفى يا ابو ف... يعني لا تحط له موقف انا لا انا انا هذا مهمات صعبه بطل كم عمره مو شايب رجاء شباب احنا موضوعنا احنا موضوع لا اسمع خلينا نكمل المحاور نطاقنا بالكلمه احنا ما سمعناها اوكي مبارك ضيفنا